مولود الدلو عنده أسبوع متعب يعني تحت تأثيرات الكواكب من برج العقرب من بيت العاشر بمربع مع برجك بأعلى نقطة بالدائرة الفلكية ما بتنحسد عليها. مرحلة متعبة مزعجة بتحمل مزاجية ضيقة خلق تعصيب توتر بالإضافة لانتقال المريخ لمواجهة برجك من برج الأسد يلي بيسبب لك شوية تشنج وتراجع بالمعنويات والحظوظ وهيك بتبرز يعني أو بينتابك بعض الشعور بالاشمئزاز والمزاجية يعني كل شيء عم بيدور حولك عم بيخليك تغرق بالهموم. خفف من الأوهام ودرب حالك على المرونة ما بتنحسد أبدا على هالفترة 30 يوم فيها تعب عزيز الدلو. البداية وجود القمر الجديد ببرج العقرب السبت والأحد ببيتك بيسلط الأضواء على النقص بحياتك الموجودة، حياتك المهنية العائلية العاطفية، احتمال تأثيرات شخصية ضغطة وصحية لازم أنك تتعامل مع هالأمور بطريقة ناضجة جدا وواعية جدا ورصينة جدا وانتبه من المزاجية. بترتاح شوي مع انتقال القمر لبرج القوس الاثنين والثلاثة، تأثيرات مهمة، أجواء مساعدة داعمة فيها تغيرات مريحة لك، تأثيرات حلوة، حضر حالك لهدية حلوة، سيارة جديدة ممكن، أخبار سارة، انتقال لمكان تاني، تأثيرات حلوة ما فيها أي ما عندك أي سبب حتى ما تكون غير راضي عن هالظروف الممتازة. بينتقل الأمر للجدي ومن جديد بترجع تتراجع المعنويات وبتتراجع نسبة النجاح وبتخف المساعدات الفلكية بالإضافة لوجود الشمس بموقع متعب ومتطلب لازم تنتبه ما تبهدل حالك عزيزي الدلو. أيام صعبة مطلوب منك أنك تكون واضح وحاضر بشكل كتير كبير وابتعد عن المشاكل. من جديد تتحسن أمورك مع انتقال الأمر للدلو لبرجك يعني نهار الجمعة بيعطيك الضوء الأخضر للانطلاق بصفحة جديدة، صفحة عائلية مهنية مهمة جدا، نهار مناسب جدا حتى تاخذ المبادرة والإشارة والضوء الأخضر حتى تتقدم وتنطلق بدون جدال بدون نقاش، في عندك تسوية للأوضاع وهيك بيوعدك الأمر ببرجك أنه تتحسن أمورك. عاطفيا عم بتعيش لحظات حلوة رومانسية تحت تأثير الزهرة من برج القوس، ما تفوت الفرصة لأنه نوعية الوقت رح تخدم حياتك العاطفية والعائلية بهالأسبوع المناسب للانفتاح على كافة الآراء، بتقدر تلطف الأجواء ساعة اللي بدك وتبين عن روح المحبة والتعاطف يلي أنت بتتميز فيه مع الشريك. أما العازب رح يعيش أوقات حلوة مشوقة، بياخد قرار مصيري بيتعلق بمستقبله، ارتباط رسمي، خطوبة أو زواج.